ايه اللي يخلي حمض اليوريك يزيد في الدم؟ هنركز على الاسباب الشائعه اللي احنا بنشوفها كتير في حياتنا. السمنه، لو واحد وزنه زياده وارد حمض اليوريك عنده عالي يبقى عالي يزيد عنده. الدهون في الدم، ناس كتير، ناس مش قليله هيقول لك انا عندي كوليسترول في الدم. الضغط العالي، اللي عندهم ضغط عالي وارد اليوريك اسيد عندهم يبقى عالي. لو واحد عنده قصور في الكلى، الكلى يعني شغاله فيها تاثر شويه، في بعض الادويه ممكن تاثر على حمض اليوريك وتخليه عالي، واسباب تانيه.